أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وفي مساكن. مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. أولادنا تحت جناحنا دائما الأولياء يرسلونا عبر صفحة الفيسبوك ولا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com يسقسيونا على عن حالات معينة اللي تصادفهم كل يوم كيفاش يتعاملوا معها. احنا حبينا نديروا حلقة خاصة اليوم بكيف نعلم ولادنا القيم. دونك سميناها اليوم الدين المعاملة، كيفاش نتعاملوا، كيفاش نعلموا ولادنا القيم باش يتعاملوا باش يعيشوا في مجتمع بدون أي ستريس، بدون أي قلق. إذن اليوم يرافقني في هذه الحلقة اللي هي الدين والمعاملة السيد لابري نور الدين. تفضل تفضل. السلام عليكم. تفضل. مرحبا بك. شكرا لك. شرفتنا. الله يبارك فيك. تفضل. وكذلك نستضيف إمام الشيخ عبد الباسط. مرحبا بك أستاذ. تفضل تفضل. مرحبا بك استاذ. السلام عليكم. شرفتنا شرفتنا. تفضل. السلام عليكم استاذ. تفضل تفضل. معنا كذلك الاخصائيه النفسيه الاستاذه تفاحي هنيه. مرحبا بك. مرحبا بك استاذه. مرحبا بك. شرفتينا شرفتينا شرفتينا. في كل مره نستضيفوا طفله ولا طفل يدير الواجبات المدرسيه نتاعو. اليوم معنا رانيا. تعالي تعالي بنتي، تعالي تعالي تعالي. واش راكي بنتي؟ لاباس؟ لاباس. واش مسنه درسي بنتي؟ سنه الرابعة. شوفي في الكاميرا. فوالا بنتي، اليوم جبناك باش تديري الواجبات المدرسيه تاعك عندنا، تحبي؟ يلا اذا تروحي لهذاك المكتب الجميل حضرناه لك، تروحي ديري الواجبات المدرسيه تاعك. يلا رانيا تفضلي بنتي، تفضلي. وانتم يا اطفال لازم تديروا الواجبات المدرسيه تاعكم بانتظام باش تنجحوا. مرحبا بكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة المهمة اللي أنا نسميها حلقة الدين والمعاملة. علاش؟ لأنه التعايش مهم جدا. الإنسان عايش في مجتمع، وإذا كان هذا المجتمع هذا ما كانش خالي من القلق، خالي من الأخطار، ما نقدروش نعيشوا في سلام. وهذه القيم هذه اللي تخلينا نعيشوا في سلام لازم نعلموها لأولادنا وهما صغار. على هذا الشيء رانا اليوم هنا باش نتكلموا على الدين المعاملة في من جانب الأطفال. يعني كيفاش نقدروا نعلموا لأولادنا هذه القيم هذو سواء خارج المدرسة ولا داخل المدرسة ولا في الأسرة. إذن اليوم معنا الشيخ عبد الباسط. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك. أنا نعرفك شخصيا، نعرفك شخصيا. ماذا بيا نتكلموا على كيفاش نقدروا نغرسوا في أولادنا قيم الدين تاعنا الحنيف مثلا، ولا القيم الاجتماعيه اللي كبرنا عليها تربينا عليها مع اجدادنا وكامل. وش هما المراحل؟ يعني في اي طور نعلموا الطفل القاء السلام مثلا، في اي سن نعلموا الطفل احترام الغير، في اي سن نعلموا الطفل نقولوا له مثلا لما تنوض الصبح بكري ما ديرش الحس مثلا، لازم تحترم الغير. لما انسان كبير يتكلم لازم تستنى حتى يكمل الهضره وتاخذ الاذن باش تبدا تتكلم. ماذا بيا تكلمنا على هذه الصوره هذه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا بادئ ذي بدء ان الانسان لما يخلقه الله عز وجل يخلقه على الفطره. ورقه بيضاء. ما هي الفطره؟ ورقه بيضاء. هي انه يخلق فيه التسامح. الحمد لله. فالعنف مكتسب. فالشيء الفطري هو التواضع، هو عدم الكبر مثلا، لا يحب الكبر، لا يحب البغض، حنون، عطوف. هذه الفطرة التي طبع الله سبحانه وتعالى عليها الإنسان، ويقول فيها الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
الآية. وإذا عدنا إلى آبائنا وأجدادنا كانوا يمتثلون هذه المعالم التي تقدمت بها، أنهم كانوا يصطحبون معهم أبناءهم، الولد يمشي مع باباه ومع جده، يذهب يعني نعم يذهب معه إلى السوق فيعرفه بأصدقائه وأحبابه، يعرفه كيف هي التجارة مثل، كيف يمشي في الشارع الآن، كيف يلقي السلام على الناس، كيف يلقي السلام على الناس. هذه الآداب كان يتعلمها الطفل من أبيه ومن جده ومن المجتمع يعني الصالح عامة. لكن اليوم فقدت هذه النصيحة وهذه السلوكيات، أصبحت معدومة. لماذا؟ لأن الشباب اليوم أصبح منعزلا عن المجتمع، بالضبط. كل وهاتفه النقال، بالضبط. كل وغرفته، عنده القوقعة عايش فيها، إذاعته وقناته، فالناس منفصلون بعضهم عن بعض. فنحن بطبعنا، الإنسان بطبعه اجتماعي، يعيش في هذا المجتمع، أخذ وعطاء، هذه هي الدنيا. فالطفل عندما نعود به، وبارك الله فيكم في هذه الحصة، وقلت لك بالأمس أنت تعرف من أين تؤكل الكتف، ربي طول عمرك. فأنا دائما أحض وأكلم بعض أصدقائي الأئمة وبعض طلبة العلم أن يعودوا إلى الاهتمام بالنشأ، بالضبط. لأننا في واقع خطير جدا، المستقبل ليس لصالحنا، لابد أن نهتم بأبنائنا. الطفل مثلا عندما يخرج من البيت ويذهب إلى المدرسة مهما كانت، سواء ابتدائية أو تحضيرية أو متوسطة أو ثانوية أو جامعة، الطفل هو في من بين البيت، من البيت الشارع المؤسسة ويعود، فماذا يفعل إذا كان صغيرا؟ كلكم تشاهدون وتشاطرونني الرأي والكلام أن الأولاد يشترون مثلا هذا المعلبات ويرمون ذلك اللومبالاج، هذا المعلبات، ويطيشها في الطريق، يطيشها في الشارع، يتعلم على لا نظافة دائما هكذا حتى يذهب إلى المدرسة ويعود. العجيب في هذا أنه واحد ما يقول له ما ترميش، نعم هذا هو العجيب، نعم بارك الله فيك، العجيب. يذهب مثلا لصونة تاع الجيران أو تاع الناس، يصونع على الناس، يحمل حجارة ويقذف بها، بالضبط، بالضبط. عندما يجد شجرة أمامه كأنه عدو، يذهب إليها ويبدأ ينسل فيها، سبحان الله، لأنه واحد ما قال له ما تديرش هذا الشيء، هذا هو الطفل يخلق على العنف، عنيف في المعاملة تاعه، ويظن بأن ميشيل أو كلود أو كذا يدير هذا الشيء، هو لا، ميشيل وكلود ما يديرش هذا الشيء، وهذا التقليد الأعمى الذي وصل إليه أبناؤنا وشبابنا. أنا أظن اللامبالاة، يعني نقص التأطير، نقص التأطير، نعم. تدا تفاحي هنية، الواقع الاجتماعي للأسرة الجزائرية، هل ترى من ناحية النفسية، من ناحية، هل هناك كما تفضل الأستاذ وقال كاين شغل ليسي عليه لا مبالاة، يعني وش هو الدور تاع الأسرة، وش هو الدور نتاع الأولياء، وش هو الدور نتاع كل من يشارك في تربية هذا النشأ، يعني كيفاش نقدروا نساعدوا هذه الأسر هذه باش تنهض بهذا الجيل، هذا النشأ اللي هو جيل الغد، احنا نقولوا جيل الغد ولكن سامحين فيه، يعني جيل الغد لازم له إطار، لازم له نأطروه، لازم نتقلقوا عليه، لازم يفوسان كيتي كما يقولوا. تفضلي أستاذ. نعم، شكرا على هذه الاستضافة، السلام عليكم. والله يعني في الحقيقة نشوفوا جيل، يعني كما قال سيدنا الإمام، باللي يعني رانا في حالة خطيرة جدا جدا، أن نشوفوا المراهقين تاعنا والمراهقات أو الطور الابتدائي إلى طور المتوسط، يعني هنا التنشئة الاجتماعية تغيرت، لم تعد على ما كان عليه، يعني حتى الواقع الاجتماعي الجزائري تغير، تغير فينا كلش، تغير سواء من كان التربية، أكل، عمل، إلى غير ذلك. أنا بكري كنت نجوز على جماعة ما نقولهمش السلام عليكم، كي نرجع للدار نسيب الوالد على باله، رم قالوا له بلي ولدك او جاز علينا، ما قالنا السلام عليكم. الزمان كان الوالد يربي في الدار والجار يربي في الزنقه، يعني لي العام يدخل فيه، كان جاب لي ربي الجار ولا كي يروح يشتكي للوالد، هو اللي يطيح في مأزق،
نعم نعم، احنا اكيد احنا وقعت لنا فقط بين قوسين حادثه نهار المولد النبوي الشريف، كانوا اطفال يلعبوا في الحي، طفل دار الطفل دار له مفرقعه، دار له محرقه فوالا في القلمونه ديالو، ترتقت في القلمونه فوالا ترتقت، راح الاب باش يشوف الاب وراح يشوف الطفل، كي شاف الطفل قال شويه كبير يعني شويه مراهق، قال له نشوف الاب تاعك، قال له الاب تاعي ما كاشو. غد من ذاك على الساعه حوالي الساعه الثانيه كانت يعني كيما نقولوا احنا القيلوله، جا الاب هو والابن تاعو عند اللي ضربوا، قال له البارح حوست عليا على جا وليدي، قال له هذاك السيد نعم جبد له مطرق ضرب به السيد وسقط على الارض. يعني ضرب بابات الولد اللي دار الحرقه، الطفل المضروب فوالا، يعني ضربني بكاس شغل فوالا. هذا واش حبيت نقول لك، احنا زمان كي كان يقول له برك وليدك ما يلحقش الخبر عند باباه، هو يتلقى هذاك الثواب والعقاب في الان والحال، الان دوك حتى وتصرى لك يعني ما تقدرش تروح تشتكي. احنا كنا نخافوا نروح نقول لبابا يزيد لي. نعم، انا مثلا انا عامله بمستشفى الدويره، كنت في الجراحه العامه، يجونا دي زادوليسون ضربوا بالمواس على حاجه عاديه فقط، اي واحد يموت على تفاهه يعني، على تفاهه. هنا وشنو هنا وش معناتها؟ معناتها نلقاو ان هاد الاطفال انهم بعيد بزاف على الدين تاعنا، لان الدين هو معامله قيم وراهي المبادئ. يعني لقاو هاد الاولياء الوقت الحالي راهم يوكلوا ويشربوا جو باغ اكزومبل، حنا نعطوا المثل الامهات اللي يمدوا جو، نقول احنا كاين عصير بالبيت، يعني انت ما تتعبيش عليه كما ما تتعبيش على الطفل تاعك داخل البيت، اكيد راح يجينا بنتائج جد وسلبيه من الخارج. يعني هنا نعاود نقولوا ان الدور العائله الصغيره والاسره الصغيره، ونتمناو انها تعود للعائله الكبيره، لان الوقت الحالي دوك ولا العم والخال ما يحكمش بالضبط، حتى الجار يعني حتى الجار اللي جزء لي تجزع من العائله، والرسول صلى الله عليه وسلم يوصي يقول لك الجار قبل الدار، يعني هذا معروف فوالا. يعني احنا نلقاو حتى القيم والمبادئ تاعنا مع الواقع اللي رانا نعيشوا فيه، الانترنت و الأشياء الجديدة بعدتنا بزاف عن الدين تاعنا باش نهتموا به. شكرا شكرا أستاذة، ولكن أنا دائما نلوم على الأولياء، الأولياء لازم هما اللي يأطروا. مثلا أنا واحد يجي يشتكي لي من وليدي، ما نروحش مباشرة يعني نروح نقصفه ونقول له نعم. وعلاش هدرت معاه، نشوف دابور يفكر وعلاش وليده دار أولا بالضبط. قبل ما نظلم وليد الناس بالضبط. وإحنا نتمنى باكزوم هاد العائلات لهم يشوفونا ولا الأسرة، نتمنى أن كل أم ولا كل أب يجي واحد يشتكي لها ما يديش رأيه مع وليده، يقول له ايه بالضبط يفهم يلومه هو بالضبط الاول، ومن بعد يبحث في الموضوع بالضبط، هو يشوفها كإهانة فوالا، وما يخليش الموضوع يمشي، لان الصغيره تجيب الكبيره بالضبط بالضبط بالضبط. شكرا استاذه، شكرا شكرا استاذ لابري. 39 سنه في التعليم، ما نقدروش نفصلوا الطفل، انا نظن الطفل من 6 سنين للفوق، نظن اكثر فتره راهو يقضيها هي في المدرسه، يعني في المدرسه اكثر منها ما يقضيها في البيت، شي مفروغ منه. كيفاش تستقبلوا الاطفال؟ واعطينا الخبره نتاعك، هل ترى الاطفال كي يجيوكم في 6 سنوات ولا المدرسه، هل تشوفوا فيهم القيم والمبادئ؟ هل ترى كي يدخل الطفل المدرسه يفاجئك بإلقاء السلام وكامل، ولا العكس، ولا ماذا بينا نشخصه يعني تيرا تير، يعني واش كما قال السيد عبد الباسط قال لك الوضعيه كارثيه. مي معليش، حنا رانا هنا باش نمدوا نصائح باش نتجاوزوا هذا الموقف، حنا ماشي من الناس اللي يتكلموا فقط قال فوالا الحاله راهي هكذا ولا هكذا ولا، حنا نقولوا بلي هاو تشخيص ولكن هم الحلول، ورانا كامل نديروا اليد في اليد باش نسلكوا ولادنا ونسلكوا نفوسنا كذلك والمجتمع نتاعنا. يا هل ترى وهاد الاطفال كيجوا اسكو عندهم مبادئ؟ واش هو دور المدرسه في زرع هاد القيم وهاد المبادئ، القيم اللي تاع ديننا الحنيف والقيم تاع مجتمعنا كذلك اللي تربينا عليها احنا، اللي شفناها بالمرات عندنا مام حنين للماضي وين كنا عايشين هذاك الوضع هذاك. ماذا بيا تكلم لي شويه على المنظومه التربويه، كيفاش حاله الاطفال، كيفاش تجربتك الشخصيه؟ شكرا سي زيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. والله سي يزيد هذا الموضوع شائك، لا يؤرقني فعلا ويشغل بالي، لأن نحبوا بلادنا ونحبوا نعم بلادنا، لأنه تكون من المجتمعات المزدهرة، لأنه من أخطر المشكلات. إنما الأمم الأخلاق وما بقيت إنهم ذهبت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
هذا هو المشكل العويص المطروح اليوم في مجتمعنا، خاصة المجتمع الجزائري المسلم، خاصة هذا المجتمع الذي كان يتمتع بقيم وبأخلاق دينية وإنسانية قبل ذلك، قبل هذا الوقت، يعني 40 سنة 50 سنة حتى في وقت الاستعمار، كيف كانت هذه القيم في مستوى بالضبط محمود، وكيف تدهور المجتمع وهو يزيد في التدهور. إذن المشكلة مشكلة خطيرة أنا أعتبرها، وهي من أهم انشغالات المنظومة التربوية. وش هو دور المعلم؟ من جمش سي يزيد، أنا نعطيك دور المعلم، ولكن إذا قلت غير دور المعلم هكذا هي تكميلية، يعني ثلاثية أنا أسميها، ما يكفيش. شوف أنا معليش كنت رايح ندير مقدمة، ولكن نتبعك معليش، لأن الموضوع واسع ومهم جدا جدا. معليش يا سيدي، شوف في 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 المنظومة التربوية، في كل منظومة تربوية في العالم كاين 3 أهداف ترمي إليها هذه المنظومة التربوية، أهداف عالمية. وبعدين كل دولة، كل أمة، كل مجتمع، كل بلد عنده أهداف أخرى، لكن الأهداف العالمية هي ثلاثة. ما هي؟ الأولى المدرسة ماذا تلقن الطفل؟ أولا المعرفة، العلم، لو سافوار، والمعرفة والعلم. حتى ديننا الحنيف يعطي قيمة كبيرة للعلماء وللعلم، أنه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، واجعل العلماء ورثة الأنبياء إلى غير ذلك، ما نخش في هذا الموضوع. ثانيا توظيف هذا العلم، هذا هو الهدف الثاني. هنا عندك المعرفة، في القرار الرياضيات والفيزياء والكيمياء، ولكن من بعدها يصبح طبيب ولا يصبح في المخبر، كيف يوظف هذه المعلومات؟ هذه اثنين. إذن هذا، وهذا يدخل كذلك في ديننا الحنيف، إتقان العمل، خيركم من عمل عملا فأتقان، إلى غير ذلك. ثالثا وأنا أعتبره الأهم، هو كيف يتعامل هذا طفل اليوم اللي هو رجل المستقبل، كيف يتعامل. لو سافوار إتر، لو سافوار، سافوار فير، لو سافوار إتر. وهنا تدخل المعاملات. والشيخ بارك الله فيك في سبقني في سياق كلامه، قال كلمة ولكنها مهمة جدا، قال الإنسان اجتماعي بطبعه، لوم سوسيابل دو ناتور، ربي كي خلقه. انت كي تجوز على جماعات تحب تقصر معهم، لا هذه طبيعة، هذه اذا حاب تعاقب على بالك يا سي يزيد. شافوا علماء الإجرام وهذو تاع السجون، قال لك أخطر عقوبة ممكن نسلطها على الفرد الذي اقترف جريمة خطأ هو عزله عزلا تاما، هذا هو العقاب الكبير، لأنه من طبيعته يحب اجتماعي. وبالتالي باش يعيش في المجتمع، باش يكون هذا المجتمع منسجم، هذا المجتمع مجتمع راقي، هذا المجتمع مجتمع عادي، لابد من معاملة الأفراد، التعايش. هذا يؤدي إلى التعايش، إلى المحبة، إلى الإخاء، إلى السلم، إلى 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 التضامن، إلى كل هذه القيم، إلى كل هذه القيم. هذا أين يجده طفلنا؟ إحنا ما لازمش نلوم الأطفال. أنا دائما هذه قاعدة، أنا لا ألوم الشباب ولا ألوم الأطفال، فهم ضحية. بالضبط، ضحية ما عجزنا عنه وما لم نقم به، هذا يلزم نعرفوه. إذن ذرك إحنا هل نبقى نتهم قال فلان أو فلان أو فلان؟ أنا لا أتهم أحدا، كلنا مسؤولون. بالضبط، إحنا رأينا على جل الحلول والجل المنظومة التربوية نقوم. المنظومة التربوية في الجزائر بطبعا إحنا بطبيعة الحال كين مواد نعم كين مواد خاصة، ما تكفيش المواد، كين مواد، كين التربية الإسلامية، وفيه المدنية. التربية المدنية، وفيه التربية حتى المواطنة، والمواطنة هذه مادة جديدة، كيفاش تعيش مع الآخر، الحس الحضاري، كيفاش تعيش مع الآخر. بارك الله فيك، كيف أعيش مع الآخر، كيف أحترم غيري. أنا نعيش في مجتمع، ما لازمش ندير واش نحب أنا ولا كيما نحب أنا. بالضبط، راك في البيت نتاعك تلحق العشرة تاع الليل ما ديرش الحس، بارك الله فيك، يعني جارك لازم تحترمه، ينوض بكري يخدم كذا، هادشي مفروغ منه. في المدرسة سي يزيد، في المدرسة ما لازمش زملائي المعلمين والأساتذة، وأنا واحد منهم، أن نستعمل أساليب نظرية. قال يجب عليكم ألا تفعلوا كذا، ويجب عليك أن تفعل كذا. هذه الطرق هذه لا تجدي. بالضبط، الحل الأنجع هو أن نكون قدوة،
نحن لابد ان نكون قدوه مع الصغار حتى مع شويه الكبار. كيفاش نكون قدوه؟ نعطيك مثالين او ثلاث باش نكونوا تيرا تيرا. شوف النظافه، هذا المثل يقولوا النظافة من الإيمان والوسخ، هو ماهوش حديث والوسخ مش هو ماهوش حديث، هو أصبح مثل معليش، المهم مستحسن نقولوا النظافة من الإيمان. ما كانش قسم تدخل ليه وما تبقاش يعني بالمثال ما تبقاش مكتوبة هذه في لافتة النظافة من الإيمان، تدخل للأقسام تلقاها كارثية. يعني ما علمناش الأطفال كاش يمسح الطابلة تاعو، أنا يلزمني لما ندخل إلى القسم سيبوه نظيف، أنا لا أقبل العمل مع تلامذتي في قسم غير نظيف. فمع تلامذتي معا ننظف قسمنا. بالضبط. التلميذ لما يتعود تغرس فيه، تغرص فيه المبادئ بالعمل لابسطها هي النظافه. نزيدك حاجه، حركه بسيطه جدا قليل اللي ينتبه لها، خاصه زمان كنا نستعملوا السبوره بالطبشور، تلقى المعلم يكتب ثم لما يخطئ، احيانا ندير اخطاء نحب نمحي، تلقاه يدير بيده بيدو يمحي بيدو. ايه. التلميذ راه يشوف فيك. ايه خطا. ها راهو خطا. اذا لا نمحي بالممحات، حتى الطفل كي نطلعوا للسبوره نقول له كي ترى ما تمحيش بيدك لانك توصف ونفهم مره مرتين تكرار تكرار سنه سنتين ثلاثه اربعه، الطفل هذا يولي يعرف بانه لا بطب. لا لا حتى الهندام. اللباس الهندام. المعلم قدوه. حبونا الطفل يبدا القدوه ديالو والديه ومن بعد القدوه الثانيه مباشره هو المعلم الاول اللي يشوفوه. انا كاع المعلمين تاعي نسيتهم ولكن المعلم تاع السنه الاولى ابتدائي مازال شافع عليه الى يومنا هذا. نعطيك اخر اخر حاجه سي يزيد الشيخ كذلك تكلم، نفتح قوسين كي قلت الشيخ اللي راهم حاضرين الشباب اللي راهم حاضرين معنا، لما دخل انا دخلت الاول، لما دخل الشيخ ماذا فعلت انا؟ شكون اللي انتبه؟ لم تنتبهوا، انا قمت من مكاني وسلمت على شيخي. جميل جميل. نعم نعم، احتراما له، هو مربي، هو معلم، يعلمنا ديننا الحنيف وكذلك لما يحمله من كتاب الله من القرآن العزيز في صدره، فأنا أحترمه. الحمد لله. الحمد لله. لكن أنا ما نقولش يجب، أنا ما نقولش يجب احترام الإمام، يجب احترام المعلم، يجب احترام الطب. هذه مبادئ لازم لي لازمني تكون فيك، تكون فيك، تكون فيك، قدوة. هكذا يا وسيلابري. هكذا تقدر تسلم على إنسان وأنت قاعد وهو واقف. نعم نعم، وفي هذه السلوكات يعني وهذه المعاملات لازم توقف معاملة مهما كان الانسان، مهما كان الانسان تعرفه ما تعرفوش. نعم، يجي يسلم عليك توقف تكون في نفس المستوى. نعم معه. نعم شيء فروغ منه هذا. الشيخ قال هذه خلاص، الشيخ قال الشجره كانها عدو يكسرها والاخضرار وهذا الامور هذه. نعم، واش نظلوا نقولوا لا فيردور ولا كيف سموها دركا لونفيرونمون، البيئه والبيئه وهذا الكلام في التلفزه في الكتب في كذا، تبقى شعارات. شوف انا فتحت مدرسه في 1986 جرداء ما فيها ولا يعني عشب واحد ما فيهاش، جيت درت في المشروع نتاعي بانني ساغرس هذه الاكماليه بالاشجار والازهار والى غيره. غرستها مع الشيء اللي نقول فيه، ربما راه مشاهدوني زملائي اللي كانوا معايا نشكرهم لانني صادق، لازم لانني صادق ومعتز بما قمنا به معا. الحمد لله واحد. الحمد لله سيد، هذوك الاشجار غرستوهم مع التلاميذ جوستومون. قال لك واش راك دير انت هنايا تغرس الاشجار ودير جاتهم حاجه غريبه. قلت لهم نعم، قالوا لي ولا شيء يبقى. قلت لهم ان شاء الله يبقى. واش درت؟ موش انا اللي غرس، مش العمال هما اللي غرسوا، التلاميذ هم الذين غرسوا. واللي يغرس يحمي، يجيبوا التربه. ما كاينش لك لا تربه لا والو. قلت لك جرداء بالضبط، يروحوا يجيبوا التربه ويروحوا يغرسوا ويسقي ويتابعوا تلك الاشجار. لا هو تعب عليها الى يومنا هذا. راح يعسها المؤسسه راهم يعرفوها، يعني مخضره ودينا عده مرات احسن مؤسسه في الاخضرار. اذا يعرف اللي يعرف اللي يعرف قيمه هذه. اذا القدوه جميل، يكونوا قدوه حتى في الشارع. كراو يقول لك كي تقيس الطفل يجي ساير في الطريق ويشوف واحد شويه كبير ويرمي، هو خلاص غير روح مهني ولا يرمي. بالضبط. لما نروحوا لبلجيكا ولا جنيف ولا باري، هل تلقى نرجعوا سنوات لورا؟ علاش ما ترميش؟ لان كل الناس او الاغلبيه كل الناس ما ترميش. نعم نرجعوا للجزائر، برك
بضع سنوات وراء كانت الجزائر نظيفة. يعني أنا نظن باللي القيم هذه اللي لازم دركا بسرعة لازم كامل نديرو اليد في اليد. سي عبد الباسط ماذا بيا لو كان نتكلموا مثلا الأطفال اللي يجوكم المسجد، الأطفال اللي تلقى بهم، كيفاش تحاولوا أنكم تزرعوا فيهم؟ لأنه كاين بالمرات حتى زرع القيم هادو عنده طريقة بسيطة، وأنا نعرفك بطريقتك بسيطة جدا، لذا حتى سي لابريك كنت نتكلم معاه طريقته في التعليم طريقة بسيطة. كي تبسط له للطفل ولا يسمع لك، ما لازمش تجيه بطريقة أكاديمية، بطريقة اللي هو ما تعودش عليها، ماشي ما يحبهاش. ماذا بيا وكان تكلمنا في هذه النقطة هذه؟ إيه نعم، بارك الله فيك. الطفل أول ما يتعلم الصلاة، مروهم عليها لسبع واضربوهم عليها لعشر، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والطفل في سن السابعة أو ما دون السابعة أو إلى العاشرة هذه ليست صلاة، وإنما هي أدب وسلوك، هي تعويد على الصلاة. في كثير من الأحيان يصلي بدون وضوء، يصلي بدون وضوء لأنه في سن التعويد، يتعود ويتعلم ويتأدب على الصلاة. الصلاة هي عماد الدين. من الصلاة يأتي الصوم، بعض أركان الإسلام، الشهادة مثلا، فأبوه يصطحبه معه إلى المسجد. إذن هو صاحبه أو نعم، شاف أبوه كيف ذهب إلى المسجد مع أبيه، فبدأ يشاهد ويلاحظ كيف هي الصلاة في المسجد. وأحيانا يكون هذا الطفل يتعلم العنف من المسجد، وهذه نقولها عن مضض. لازم أحيانا يتعلم الطفل الصغير العنف في المسجد، مثلا قد يجد تعنفا مثلا من معاملة خشنة أو بعنف من شيخ من الشيوخ مثلا، أو من أحد المصلين، أنه يمنع من دخول المسجد. وهذا كانت في وقت الاستعمار، يحكي الأباء والناس الذين عاشوا الثورة في بجاية، أحد المساجد العتيقة كانوا يجيبوا زوج حرس أمام باب المسجد، فرنسيين من العسكر الفرنسي، واحد عن اليمين وواحد عن الشمال. فعندما يأتي شيخ في التسعين أو الثمانين، يعني لم يبقى له سوى أيام معدودات، خلاص فيقولون له تفضل يا سيدي. وعندما يأتي صبي، المستقبل تاع الجزائر ومستقبل الشمس التي ستسطع إن شاء الله تعالى، إن شاء الله، فيمنعونه من الدخول المسجد، يمنعوه. لماذا؟ ويقولون له اذهب، هذا ليس مكان للأطفال. هم يعلمون علم يقين أن ذلك الطفل الممنوع من الدخول المسجد هو الذي سيكون عقبة أو سيكون مشكل للاستعمار. إذن وإضافة إلى كلامكم، الطفل مثلا كان مثلا قبل ما يصلي، قبل ما يروح المسجد، وهذه يشترك فيها الطفل والصبي والشاب وكذا، كان لما يلقى جاره مثلا يقول له السلام عليكم، صباح الخير، بونجور، مثلا أي حاجة، أضعف الإيمان يقول له جود مورنينغ، أضعف الإيمان. عندما يروح المسجد ويبدأ يصلي في المسجد، يحتك ببعض الأفكار تاع العنف. فبعد أيام عندما يشاهد جاره مثلا الذي لا يصلي، لا يلقي عليه السلام ولا يكلمه، كارثة. هذا عكس ما جاء به الإسلام، كارثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا، كارثة. يسروا ولا تعسروا، بالضبط. هذا هو الإسلام. يعني كي قالوا إلقاء السلام ما عطاوش الجنسية، والله عز وجل قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. سبحان الله. وكلامكم وعنوان حصتكم أولادنا تحت جناحنا، بالضبط. أيوة. فليس هناك
حنو وحنان وعطف مثل الجناح الذي يكون تحته الصغير أو العصفور تحت جناح أمه. الحمد لله، الحمد لله. شكرا 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 شكرا. إذا الدين المعاملة، إذا المعاملة هي كل شيء، والقيم نتاعنا لازمنا تعود ترجعنا القيم، لأن توحشناها وحبينا المجتمع تاعنا يعيش في حب وأمان. إذا يا أولياء عندكم مهمة كبيرة باش تزرعوا القيم تاع ديننا الحنيف والقيم اللي تربينا عليها احنا عند أبائنا وجدادنا في ولادكم اللي هما ولادنا وراهم تحت جناحنا. إذا تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا عبر صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. استناونا في الأسبوع المقبل. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولبلدا، نحب الجري في كل مكان، حق العيب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق صحة علم وحب وحنان.